لان النوبه دي حاجه كبيره. يعني عندنا عاداتنا تقاليدنا وحاجات الحمد لله اللي زالت موجوده معانا برضو الى الان. طبعا احنا عندنا المراه النوبيه كانت هي الكل في الكل في البيت. يعني الراجل ما عليه الا يفلح ويشتغل، لكن التربيه الحاجه كلها الست كانت هي بتقوم بيها. وحاجه لما تشوفيها تعرفي ان دي جايه من النوبه فعلا. يعني الشيء ده فعلا جاي من النوبه.